2008 عرفت الكرة الجزائرية مولودا جديدا هو فريق شبيبة الثورة في مدينة بشار. يومها وعد رئيس النادي جماهيره بوضع الفريق بين الكبار، وأكد أن نادي القرن الإفريقي سيكون ضيفا هنا يوما ما. بعد 11 عاما تحقق الحلم الأهلي وصيف النسخة الماضية، يحل ضيفا على شبيبة الثورة في الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة بطموحات مختلفة. أصحاب الأرض بدأوا اللقاء بضغط هجومي بالاعتماد على الكرات العالية، فيما اعتمد الأهلي على التمريرات القصيرة في عمق دفاع الشبيبة، ومنها سدد رمضان صبحي كرة عند الدقيقة 13 حولها المدافع كوناتي إلى ركنية. رد أصحاب الأرض برأسية يحيى شريف في دقيقة 26 والتي ذهبت إلى يدي محمد الشناوي. الفريق الجزائري غير طريقته الهجومية بالتمريرات القصيرة، ومن إحداها سدد يحيى شريف أيضا كرة قوية خارج شباك الأهلي لينتهي الشوط الأول سلبيا النتيجة. عاد الفريقان في الشوط الثاني بنفس الوتيرة، رغبة كبيرة من الفريق الجزائري وتحفظ غير مبرر للفريق المصري نتج عنه هدف أول يحيى شريف أخطر لاعبي شبيبة الثورة برأسية متقنة في الدقيقة 59. هدف أخرج لاعبي الأهلي من نصف ملعبهم إلى الهجوم الحقيقي لإدراك التعادل، ودفع المدرب مارتن لاسارتي بالنيجيري جونيور أجاييه العائد من غياب طويل. في الدقيقة 79 أهدى نصر ماهر كرة لكريم نيدفيد المنفرد تماما بالحارس عبد الرؤوف نتاش، لكنه تعامل بعشوائية مهدرا فرصة إدراك التعادل. غير أن هذا الأخير عاد وأصلح خطأه برأسية قوية في الدقيقة 85 موقعا هدف التعادل. أصحاب الأرض أرادوا تحقيق أول انتصار لهم في تاريخهم القاري، لكن يحيى شريف بالتخصص أهدر هذه الكرة قبل أن يلغي حكم المباراة الجابوني إيريك أتوغو هدفا ليحيى شريف أيضا من تسلل صحيح. شبيبة الثورة قدم أوراق اعتماده لجماهيره بأداء كبير حصل به على النقطة الأولى من صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات باللقب، والذي وصل بدوره إلى النقطة الرابعة مع أداء مخيب لآمال جماهيره. الحمد لله رب العالمين.